أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، أهلاً ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. سنتابع ضمن عناوين نشرتنا لليلة إن شاء الله من إقليم العيون وإقليمي معطاء الانطلاق لعدد هام من المشاريع والأوراش التنموية تخليدا للذكرى 20 لعيد العرش المجيد. ومن العيون انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للتنمية الاقتصادية والثقافية. ومن منطقة لبيار بإقليمي إقليمي انطلاق فعاليات مهرجان البادية. أهلا بكم. بداية النشرة بالشأن التنموي والأنشطة الرسمية المخلدة للذكرى 20 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين التي عرفها إقليم العيون بهذه المناسبة، وللجهة رفقة وفد رسمي تقدم افتتاح معرض للصناعة التقليدية وعدد من الأنشطة المسطرة ضمن برنامج تخليد هذه الذكرى. مزيد رفقة غالي القارحي وأبو جمعة زاو. مستهل الأنشطة الرسمية المخلدة للذكرى 20 لعيد العرش المجيد من معرض الصناعة التقليدية بالعيون، ولجهة العيون الساقية الحمراء والوفد الرسمي المرافق له أشرف على افتتاح أروقة هذا المعرض الذي ينظم تحت شعار الصناعة التقليدية تكوين وابتكار تشغيل وازدهار. 50 عارضا من الجهات الجنوبية الثلاث و15 عارضا من باقي جهات المملكة يؤثثون هذا الفضاء على مدى أسبوع بمعروضات تعد فخر الصناعة والصانع التقليدي المغربي. هذا المعرض نظمناه من أجل تسويق المنتجات المحلية وكذلك تبادل الخبرات ما بين حرفيين الشمال والجنوب، وهذا المعرض شفتوه الحمد لله لافتتاح ديالو إن شاء الله اليوم، وهو يضم 65 مشارك والمشاركين من صعيد المملكة. هذا المعرض كيف قلنا ديما نقول عنه هو تسويق المنتجات المحلية وإبراز المنتجات والثقافة المحلية ديال المنطقة المغربية. التراث اللي كان تميش به البوادي وحاليا ضرك معروف على انه ما يقد حد يتخلى عنه، يعدل في على احسن صوره اللي يبقي الانسان ما هو عندنا يعدل له، واللي ظاهر من اللي باقي يعدل له يعدل له، من السياني ذاك اللي تافق الرحاله والسياني ذاك اللي موجود في الأسواق. رصيد البنى التحتية التي تتوفر عليها المديرية الجهوية للأقاليم الجنوبية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يتعزز اليوم بمشروع بناء مقر جديد للمديرية بمحج محمد السادس. الوفد الرسمي قام بزيارة هذا الورش الذي بلغ الغلاف المالي المخصص له ما يناهز 10,127,000 درهم. تم إعطاء الانطلاقة لبناء مشروع بناء المديرية الجهوية للتكوين المهني بالأقاليم الجنوبية. هذا الصرح اللي إن شاء الله سوف يمكن من تقريب يعني إدارة التكوين المهني من مختلف المتدخلين بالقطاع على مستوى الجهات الثلاث، وأيضا سوف يمكن أيضا المتابعة عن قرب للأوراش التنموية خصوصا ما يتعلق بمدن المهن والكفاءات بالجهات الثلاثة بالأقاليم الجنوبية. بعد ذلك انتقل الوفد الرسمي إلى نفوذ جماعة بوكرا حيث أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل الطريق المؤدية جماعة بوكرا على طول 27 كيلومترا. المشروع ثمرة شراكة بين مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وجماعة بوكرا في إطار تسهيل تنقل ساكنة الجماعة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. تكون 27 كيلومتر كلفة المالية ديالو 21 مليون ديال الدرهم 784.53. هذا المشروع احنا ارتأت الجهة منها على جميع الجماعات القروية اللي تابعة للجهة باش تربطهم وتفك العزلة عن الساكنة ولا المستثمرين ولا باش تهيئ لهم، لأن هذه هي التنمية الحقيقية ديال الجماعات القروية. هذه الانطلاقة اللي انعطات الطريق اللي ماشي من رقم 5 من البروش البوكرع اللي فيها تقريبا 27 كيلومتر، واللي انعطات بواحد الكلفة إجمالية 21 مليون ديال الدرهم و470، اللي تقريبا فيها 25 كيلومتر في بوكرع و2 كيلومتر داخل،
وهذا المشروع من ضمنها وكل المشاريع اللي نديرو، ومن ضمنهم الماء. رانا ربطنا جامعة بكرع بالماء الصالح للشرب واللي هو اللي ينمي الجماعة إن شاء الله الرحمن الرحيم. كما تم بالمناسبة تقديم مشروع تهيئة المحور الطرقي العيون السمرة على طول 93 كيلومترا على مستوى إقليم العيون. المشروع الذي يدخل ضمن مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بلغت نسبة تقدم أشغال شطريه الأول والثاني 5%، شطران تصل كلفتهم المالية حوالي 123 مليون و800 ألف درهم في انتظار انطلاق الشطرين الثالث والرابع. هذا المقلع داخل إقليم العيون هو 93 كيلومتر، يخص الشطر الأول منه 25 كيلومتر، وهذا الصفقة قد أعطيت والأمر بالخدمة قد أعطي وتقدم الأشغال 5%. كان الشطر الثاني كذلك الصفقة قد أعطيت وتقدم الأشغال فيه 5%. هناك الشطر الثالث اللي هو كيبلغ الطول ديالو 19 كيلومتر، هذه صفقة الأشغال هي في طور المصادقة. مشاريع وأوراش تعزز الطفرة التنموية التي يشهدها إقليم العيون وتعزز رصيد البنى التحتية والمشاريع المهيكلة والأوراش الرامية إلى النهوض بالإقليم في مختلف المجالات. تنمويا دائما. وبمناسبة تخليد الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد وبقليميم، تواصلت سلسلة الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى عبر تدشينات وإعطاء الانطلاق للمزيد من الأوراش التنموية بكافة أرجاء الإقليم. تدشينات تقدمها وللجهة بمعية رئيسة الجهة وعدد من المنتخبين والمسؤولين. حافظ محضار سناء بناوي عبد الرحيم حاج. مستهل هذه الأنشطة من حاضرة الإقليم مدينة قليميم، حيث يشرف الوفد الرسمي هنا على إعطاء الانطلاق لأشغال بناء القرية المندمجة للصناعة التقليدية، وهو المشروع الذي يندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة قليميم ودنون. إنجاز كلف اعتمادات مالية ناهزت 54 مليون و800 ألف درهم عبأتها جهة قليميم ودنون بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وجماعة قليميم. مشروع طموح لأنه يطمح إلى فتح أكثر من 100 ورشة للصناعة التقليدية، يطمح أيضا لإدماج الصناعة التقليدية بالتكوين في الصناعة التقليدية، يطمح أيضا أن يكون أيضا فضاء كبير لعرض وتسويق مواد الصناعة التقليدية داخل الجهة. نفتخر بكوننا يمكن واحدة من الجهات الأوائل اللي تم فيها يعني تدشين مشروع هذه القرية المندمجة. هذا المشروع اللي الجماعة ديال قليميم مساهمة فيه تشجيعا للحرفيين وتشجيعا كذلك خاصة للصناع التقليديين، اللي غادي هذه القرية ديال الصناع التقليديين غتعطي قيمة مضافة للمدينة ديالنا مدينة قليميم، اللي بهذه المناسبة هذه ديال احتفالات الذكرى عيد العرش المجيد. هذا المشروع تنعرف أنه مندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لجهة قليميم مادنون، محور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الموقع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بمدينة الداخلة. غادي هنا لا يتم توطين أربعة مشاريع أساسية اللي كتهم القطاع، هي منطقة للأنشطة الحرفية ومعهد لفنون الصناعة التقليدية وفضاء للعرض بيع المنتجات الصناعة التقليدية والمجالية، بالإضافة إلى مركز للدعم التقني. وبمنطقة وعرون التابعة للجماعة الترابية لأسرير، حيث جرى تدشين أشغال تهيئة محطة تصفية المياه العادمة التي تشمل محطات الضخ وقناة التحويل الخاصة بالمياه العادمة نحو محطة التصفية. مشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لجهة قليميم ودنون، حيث كلف مبالغ واعتمادات حددت في 32 مليون و870 ألف درهم. المشروع اللي قمنا بانطلاقه ديالو هو عباره عن مشروع تحويل المياه العادمه لمدينه قليميم نحو محطه المعالجه. هو موضوع مشروع الغلاف المالي ديالو حوالي 34 مليون درهم، ممول مناصفة بالمجلس البلدي عن طريق البرنامج الوطني لتطهير السائل والمكتب الوطني للكهرباء والماء صالح الشرب قطاع الماء. المشروع هو عباره عن مد القنوات على طول 11 كيلومتر، القطر ديالها يتراوح بين 500 ملم و 600 ملم، زائد محطتين للضخ، محطة بدوار بوقرب ومحطة قرب مع قنطرة واد صياد على الطريق الوطنية رقم 1.
وبالجماعة الترابية أفركتا توجه الوفد الرسمي قصد تدشين حزمة من المشاريع همت تهيئة مركز الجماعة وبناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 1304 وعديد الدواوير النائية، وكذا تعبيد الطرق وبناء منشأة فنية وأرصفة. نفس الجماعة تم بها تدشين مشروع إتمام الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 1304 ودوار حاس الكاحة على طول كيلومترين، وكما جرى تزويد نفس الدوار والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة إقليمي موادنون. أربع مشاريع مهمة عرفتها الجماعة، ثلاث مشاريع تم إنجازها ومشروع آخر غطية الانطلاق له. أهم مشروع هو تزويد جميع دواوير جماعة أفركت بالماء الصالح للشرب. أيضا هناك مشروع متعلق بتهيئة الحضرية للدوار أفركت المركز، وأيضا طريقين تم تدشينهما لفك العزلة بمنطقة أفركت، وهناك مشاريع أخرى تنتظر التدشين في مرحلة مقبلة إن شاء الله. المحطة الموالية كانت الجماعة الترابية راس مليل وتحديدا منطقة لقطوعة، حيث أعطي الوفد الرسمي الانطلاق لأشغال بناء الطريق الساحلي الرابطة بين الطريق الجهوية 118 وزاوية لقطوعة، مشروع يفعل برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ويدعم استقرار الساكنة بهذا الوسط وتمكينه من الخدمات والبنيات الأساسية. بالنسبة لهذا المشروع فهي طريق ساحلية تدشين لهم غطية الانطلاقة للأشغال، وهي تربط بين زاوية الشرفاء العلويين وسيدي إفني، فهي طريق مختصرة وطريق ويمكن الإنسان من طنطان أن يتجه في اتجاه سيدي إفني، وهي تبلغ تقريبا طول شي 50 كيلومتر. مزيد إذا من الأوراش الإنمائية بكافة المجالات الحضرية منها والقروية بإقليم إقليميم، تعزيزا لمسار التنمية الذي يعرفه هذا الإقليم. ومحور التنمية يجمع مهتمين وباحثين من بلدان عربية مختلفة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع للتنمية الاقتصادية والثقافية في دورته الرابعة. ملتقى ترعاه الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والهدف عرض تجارب وطنية ودولية وتعزيز العلاقات مع دول شقيقة للمملكة. علي الكبش والمحجوب كزيز. الاقتصاد والثقافة بخلفيات التوظيف الاستثماري في التنمية الإنسانية والمجالية، مقاربات بحثية تميط لثامها نواطق مشرقية وأفريقية. ملتقى العيون الدولي للتنمية الاقتصادية والثقافية عبر رابع صفحاته يوحد وجهة الخبراء والباحثين. على منصة الملتقى تتناوب الإسهامات العلمية في محاوره إغناء لفقراته ووضع الخلاصات المعرفية أمام المؤسسات ذي الصلة بموضوع التنمية وفق أهداف القائمين على الفعاليات. تعرف هذه النسخة الرابعة حضور وازن من دول الخليج ومن بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الإفريقية ومن عدد من المؤسسات الدولية اللي غادي تنفتح إن شاء الله مستقبلا على الفتح استثمارات في جهة العيون الساقية الحمراء، وصادف مع الذكرى التربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه بالذكرى العشرين. توظيف الإمكانيات الثقافية بأبعادها وروافدها في الإقلاع بالسياحة الصحراوية رهان توالى منطوق التدخل في ملامسته باستحضار تجارب عربية مكنها توظيف تراثها المتنوع من قطع أشواط قدما في مسار التنمية الاقتصادية سياحيا وثقافيا. الثقافة والسياحة هما وجهان لعملة واحدة يساهمان في بناء تنمية مستديمة تستند أساسيات الرئيسية على البيئة. مساهماتنا راح تكون إن شاء الله بإقامة ورشة لبعض الشباب من داخل مدينة العيون حول تطوير مهاراتهم في تجهيزهم لسوق العمل. والإبداع هو أحد العناصر المهمة في المورد البشري، ونتكلم عن التنمية المستدامة كوني عضو في الاتحاد العربي، إنه كيف نصنع من هذا الإنسان القوة الدافعة في تطوير السياحة وفي مدى تفعيل دوره
من خلال عدد من النواحي، والإبداع هو كيف أنه ندخل التقنية الحديثة، وعندي نموذج معين اللي حتكلم عليه لاحقا بإذن الله، أنه كيف نستخدم الإبداع بالتقنية في تفعيل دور السياحة وتتحول من عمل مكرر إلى عمل نموذجي. العوائق البيئية وآفاق تجاوزها بدورها من نقاط النقاش بين ذوي المدارك والدراسات المؤسساتية. من آخر الابتراعات والابتكارات لإنتاج الماء من الرطوبة، تحلية المياه، مياه البحر والأقاليم الصحراوية معروفة أصلا بتحلية المياه. عندنا شركة إيطاليين وشركة ألمانيين داخلين في مشروع بالعراق بتحلية المياه، والسعودية معروفة أصلا من أكبر دول الخليج اللي التجأت لتحلية المياه. مشكل المياه ماشي مشكل سهل، وكنت منه ونحلوه. قواسم إشكالات التنمية الاقتصادية بين بلدان العرب تستحضر من وراء لاقط الصوت، وفي الاستحضار تستمر الفعاليات المدرجة ضمن الملتقى المتواصل حتى 30 من الشهر الحالي. تنمويا دائما انعقد من مقر قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم بوجدور اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. الاجتماع ترأسه عامل الإقليم وحضره أعضاء اللجنة قصد مناقشة النقاط الأربعة المدرجة ضمن جدول الأعمال والمصادقة عليها. بريغن العروسي محمد شار. عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اجتماعا لها خصص لعرض ودراسة المخطط الإقليمي المتعدد السنوات للتنمية البشرية. أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية انكبوا خلال اجتماع اللجنة على عرض كل المراحل التي مر منها إعداد هذا المخطط الذي جاء كثمرة لمجهودات كبيرة لمختلف الفعاليات التنموية بالإقليم، وفي المحصلة حوالي 40 مليون درهم رصدت لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة والدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة وتدارك الخصاص في البنية التحتية الأساسية. مشروع المخطط الإقليمي المتعدد السنوات للتنمية البشرية تم عرضه دراسته والمصادقة عليه. النقطة الثانية حول مشروع تأهيل الجمعيات اللي ستستفيد منه 50 جمعية اللي فيه شقين، شق ديال التكوين وشق ديال دعم المشاريع. النقطة الثالثة همت المصادقة على بعض المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل وإدماج اقتصادي للشباب. إطار المخطط الإقليمي للتنمية البشرية متعدد السنوات، فإن قطاع التعاون الوطني يبذل مجهودات جبارة للرفع من خدمات أو الرفع من الأجيال، برنامج الأجيال الصاعدة في إطار الرفع من مستوى الرأسمال البشري. المجتمعون في لقاء اليوم بعمالة إقليم بوجدور أكدوا على ضرورة تأهيل جمعيات المجتمع المدني لتنزيل مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما يهدف له برنامج ارتقاء الذي ستستفيد من 50 جمعية على مستوى الإقليم. بعد ذلك تمت المصادقة بالإجماع على دعم برنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني برسم سنة 2019، كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ودراسة مشروع مليون محفظة والمصادقة عليه. باللجنة التنمية البشرية دور مكتب التكوين المهني والمساهمة في تكوين الشباب حامل المشاريع وكذلك مواكبتهم وتقديم الدعم الكافي لهؤلاء الشباب في إنجاح هذه المشاريع المقترحة. من خلال هذا الاجتماع طرقنا كوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى المواكبة اللي تمت الحاملين المشاريع بإقليم بوجدور وخاصة الخريجي ديال التكوين المهني، وهي كتجربة أولية وإن شاء الله كنتمنوا لها النجاح. وبعد التداول في مختلف القضايا في جميع المجالات الاقتصادية الاجتماعية وكل القضايا التي تهم الشأن المحلي، تم التأكيد على اعتماد آليات التقييم والمراقبة حتى تتمكن المشاريع التي تتم برمجتها من تحقيق أهداف مشروع التنمية البشرية المبنية أساسا على بلورة مشروع تنموي رائد يتوخى تدبير الشأن الاجتماعي التدبير الأمثل.
في موضوع آخر، تواصلت بمدينة أكادير فعالية النسخة الخامسة من مهرجان الصحراء، وذلك بتنظيم حفل تضمن خيمة للشعر وتكريم عدد من ضيوف المهرجان إلى جانب تنظيم مجموعة من الفقرات الفنية. محمد المصطفى خيا وإبراهيم جودي. فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الصحراء بأكادير تتواصل بتنظيم خيمة للشعر أحيتها الفنانة الموريتانية سكتوم تهمد فال إلى جانب شعراء شباب من أبناء الأقاليم الجنوبية. خيمة للشعر تشهد على مدى التعايش والتمازج الثقافي الذي عاشته وتعيشه ساكنة سوس وأهل الصحراء. مثل تمازج الثقافات بين الأمازيغية والحسانية، واللي هذو الناس اللي عاشوا هون لأنهم أصلهم جايين من الصحراء، والأسباب هو الفرقة والاستعمار اللي كان مخيم ونزحوا للتراب وعاشوا فيه وكبروا، ومنين استتب الأمن واسترجعت الأقاليم الجنوبية وتمت الوحدة رجعوا لأهاليهم، وعاد هذا التلاقح الثقافات بيناتهم وعاد التواصل بينهم. في ذي المهرجان اللي قدمنا الليلة فيه خيمة الشعر بالحسانية، وفيها موسيقى موريتانية وفيها شعراء ودباء حسانيين بدعوا خيمة الشعر. خيمة الشعر للشعر الحساني، ملتقى شباب الصحراوي وملتقى شباب السوسي لتلبية نداء مهرجان شباب الصحراء. وهذه خيمة نعدلو احنا دائما في مهرجان الصحراء اللي نلتقاو فيها القبائل ونسالوا الرحيم والشعراء من أقاليم الجنوبية ومن سوس ما صدر. تراث إنساني شفهي أبدع من خلاله شعراء شباب نظما موزونا أحيا في نفوس الحضور شجون الماضي وأصالة بداوة ما زالت عالقة في أذهان من عاش حقبة تاريخية كانت خيام أهل الصحراء تؤثث فضاء هذه المنطقة، والتي ضمت صحراويين قدموا لسهولها وهضابها بمنطقة سوس المعطاء، وأطلعت شباب المنطقة على تراث كان صداه يملأ المكان. هذا المهرجان اللي قاموا أهله بهذا المهرجان الكبير اللي يعني البيضان ويعني الصحراء ويعني المناطق كاملة البيضان، وهذا هو اللي أصلا زين عندنا ونداوني جزاهم الله خير، وجيتهم اللي ملبيه لهم الدعوه هي اللي زين عندنا حضره المهرجان. نعرف انه مهرجان زين على المستوى، وفقادير هم اللي معدل في بليده زينه منطقه زينه من المغرب، وراجلهم عند الله النجاح ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه لخيمه الشعر احنا كشباب اللي تمثلنا هو واحد الترابط، واحد الالتحام ديال جميع القبائل الصحراويه، وبالخصوص بمنطقة سوس اللي تنظم فيها هذا الملتقى الخامس لقبائل الصحراء. وهذا الخير احنا الحمد لله كنتمنوه، وكان تلاقينا مع ناس هنا واحد صلة الرحيم اللي تلاقوا فيها كامل العائلات وكامل الاخوت بهذه المنطقة. هذه خيمة الشعر خلاوه لنا اوائلنا واهلنا وجميع القبائل من طنجة الى القويرة، ونعلموه لاولادنا وأولادنا علموه لأولاد أولادهم، ونبقوا ديما في الخاوة مبيننا ومبين أحبابنا وأخوتنا البعيد والقريب. اعتراف خلال هذا المهرجان بأكادير بما تقدمه قناة العيون من مجهودات كبيرة لصيانة وحفظ التراث الحسانية، ونظير ذلك تم تكريم جهود هذه القناة في شخص المدير المركزي لقناة العيون هنا بمهرجان الصحراء بأكادير، ليكون دائما دافعا آخر لمزيد من الجهد والعطاء للمشهد الإعلامي في الصحراء. في الشأن الثقافي، انطلقت أمس بالجماعة الترابية لبيار بإقليم قليمين فعالية النسخة الأولى من مهرجان البادية الذي تنظمه على مدار يومين جمعية تراحم للأعمال الاجتماعية، تظاهرة ميزها تنظيم ندوة لامست أفق تنمية الجماعة أطرها شعار البادية أية آفاق للتنمية والاستقرار، محاور نشطها عدد من الباحثين والمهتمين وفعاليات المنطقة. حافظ محضار سناء بناوي وعبد الرحيم حاشي.
مهتمون وفاعلون محليون خلال أشغال هذه الندوة التي بسطت آليات الدفع بعجلة التنمية بالجماعة الترابية البير. متدخلون من أبناء المنطقة طرحوا جملة من الأفكار والتصورات بخصوص سبل تحقيق تطلعات وانتظارات الساكنة القروية والفرص المتاحة لاستثمار المقدرات والمؤهلات المتاحة بالمنطقة الغنية برصيدها الطبيعي والثقافي والتاريخي والبشري أيضا. الندوة على الهامش كانت لدي مداخلة فيها تتحدث عن التنمية المتعلقة بالقرية وسبل الحفاظ على القرية من الهجرة إلى المدن من خلال يعني توفير المرافق العمومية التي تمكن هذه الساكنة من البقاء وأيضا ربما حلول سياحية لإنعاش المنطقة وبالتالي عودة الانتعاش إليها. المتدخلون ممن حضروا أشغال هذه المحطة التواصلية توقفوا عند أهمية انعقاد هذا المهرجان الذي يشكل فرصة للقاء والتواصل بين مكونات المنطقة واستعراض فرص تسويق المنتوج الطبيعي والثقافي المحلي. أهدف من هذا المهرجان إلى اعتبار المنطقة البادية الصحراوية كذاكرة وإرث تاريخي وإحياء أصالة تراثها وتقاليدها العريقة وإبراز مؤهلاتها السياحية والطبيعية إضافة إلى استحضار الموروث الثقافي الحساني البدوي كما نهدف إلى إحياء أخلاق البادية عبر إحياء صلة الرحم والتلاقي والتواصل. هدف المهرجان الأساسي هو تسليط الضوء على البادية بمنطقة واد نون ودق ناقوس الخطر على يعني مشكل الاستقرار بهاته المناطق الذي يجب التشجيع عليه فعدد سكان البادية زاد في نقص مستمر. لقاء إذن لاستجماع أفكار وتصورات العديد من فعاليات المنطقة بخصوص فرص استثمار مقدرات هذه البلدة وإعطاء نفس جديد للتنمية بالمنطقة بما يلبي انتظارات وحاجيات ساكنتها القروية. الورقة الفنية للنشرة من الجماعة الترابية لبيار وفعاليات النسخة الأولى من مهرجان الثقافي حيث أحيت أمس الفنانة الموريتانية وردة منت حمد فال أمسية فنية في إطار خيمة للشعر دعا إليها عدد من الشعراء الحسانيين. حافظ محضر سناء بنوي عبد الرحيم حاشي. أمسية فنية تؤسس البرنامج الثقافي والتنشيطي لمهرجان البادية بالجماعة الترابية البيار ثمر فني دعيت إليه الفنانة المتألقة وردة متهمت فال التي قدمت بمعية فرقتها الفنية التي حضرت من بلاد شنقيط أشهر أعمالها التي يحتفظ بها ريبرتوارها الغني أعمال طربية حسانية تفاعل معها جمهور السهرة من ساكنة القرية وزوار المهرجان. شاكر الجمهور على تفاعله معي في هذه الحفلة، كانت ما شاء الله حفلة رائعة في المستوى، ونتمنى إن شاء الله على أني أنت دائما نكون عندي الحظ أني نشارك في هذا المهرجان، وتبارك الله كان مهرجان زين ما شاء الله والمتفاعلين ومحافظة على التراث الحساني تقليدي ما شاء الله ويبقوا موسيقتهم ويبقوا تراثهم وزيهم. وكما الطرب الحساني الأصيل حضر ثل من الشعراء الشباب والمتمرسين بجديد أعمالهم الأدبية الخالصة التي شنفت أسماع جمهور الأمسية الفنية. كلم مقفى موزون قدم الإضافة لهذه الحلقة الأدبية التي شكلت أقوى فقرات هذا الحدث الثقافي في نسخته الأولى. حضرنا هاي خيمة الشعر اللي كانت ما شاء الله من خيمة رائعة، مهرجان البادية اللي كان يدل صراحة على البادية. حضر مجموعة من الشعراء من مختلف المدن شباب كان ما شاء الله ياتر من الغنوك. وهذا النسخة الأولى على أمل أن تكون هناك نسخ إن شاء الله في السنة المقبلة. نعيش الآن أجواء هذه السهرة، السهرة الليلية، السهرة ليلة شعرية إن شاء الله، نتمنى أن ينال إعجاب الجميع. مهرجان زين ومزين كامل الناس اللي نتقدم له، والجمعية ماني مرحبين بذا الناس كاملة، وردة الناس كاملة رانا مرحبين بهم، جماعتنا
الحمد لله. ورانا شاكرين هذا المهرجان اللي جا ان شاء الله تخطى زين وتخطى الحمد لله اللعب زين. ومرحبا بذي الفرقه اللي جاتنا، مرحبا بسميت باردين، ومرحبا بكم مهرجاننا زين ونبغوا يتكرر كل عام يجينا. وهذا الحمد لله حفل زين وزين عندنا وفرحنا به، فرحت به قبيلتنا كامله. الساكنه من كل بلد جاونا الحمد لله وتخطت الساره الحمد لله يا ربي غنى حمدك، تخطت بخير على خير وصادفت فنانه شعراء ادبيين وزين الحمد لله وفرحت الجميع. أمسية فنية امتزج فيها الطرب الحساني الأصيل بأشعار مبدعين صدحوا بما جادت به قارحتهم خلال هذا السمر الفني والأدبي الخالص الذي استمر حتى أولى ساعات الصباح. أعلن عن فوز خليج الداخلة أحد أبرز المواقع الطبيعية والسياحية بجهة الداخلة ووادي الذهب بعضوية النادي الدولي أجمل الخلجان في العالم. خليج الداخلة انضم إلى نادي أجمل الخلجان في العالم بعدما تم التصويت بالإجماع على قبول عضويته ضمن أسرة النادي، وينتظر من الانضمام إلى هذا النادي الدولي تعزيز الجهود الرامية إلى التعريف بالجهة عموما وبخليجها المتميز على الخصوص، وكذا تسمير المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية الفريدة لمدينة الداخل. التقرير في الموضوع لبكار دريمي محمد يداس. يعتبر خليج الداخل الذي صنف وسطاً بحرياً ضمن الشبكات الوطنية للفضاءات المحمية موقعاً متميزاً ذا قيمة بيولوجية وإيكولوجية كبرى من حيث تنوعه البيئي الكبير ومنظره الطبيعي الخلاب وموقعه الجغرافي الفريد. ويشكل خليج الداخلة الذي يمتد على 37 كيلومتر وعلى مساحة تناهز 400 كيلومتر مربع مسيفسة بكثبانها الرملية تؤثثها مراعي بحرية مزهرة بأشكال متنوعة من النباتات وسطا مثاليا لأزيد من 120 نوعا من المحار وأزيد من 41 نوعا من الأسماك. كما يعتبر هذا الخليج موقعا متميزا لتوالد الأنواع العديدة من الطيور ومحطة توقف لأغلب الطيور المائية المهاجرة، فضلا عن كونه يشتهر بتوالد الثدييات البحرية ومنها الدلافين الكبرى، إلى جانب كونه يشكل موقعا جيدا لتربية الأحياء المائية. وقد أعلن في وقت سابق عن فوز خليج الداخلة أحد أبرز المواقع الطبيعية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب بعضوية النادي الدولي لأجمل الخلجان في العالم. وبهذا ينضم خليج الداخلة الذي تم تصنيفه منذ سنوات موقعا محميا ضمن اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة رسميا إلى قائمة أعضاء النادي الذي تأسس سنة 1997 والذي يضم في عضويته نحو 27 بلدا و40 خليجا حول العالم من بينها خليج الفسيمة وخليج قدير. ويتوخى من الانضمام إلى هذا النادي الدولي تعزيز الجهود الرامية إلى التعريف بالجهة عموما وبخليجها المتميز على الخصوص، وكذا تنمية المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية الفريدة لأيقونة الجنوب المغربي والترويج لها على الصعيد العالمي. كما أن انخراط خليج الداخلة في هذا النادي الدولي شأنه المهم في الوجهة السياحية للجهة التي ترتكز على السياحة الرياضية، الرياضات المائية التي جعلت منها محطة من المحطات الكبرى على الصعيد الدولي، والسياحة الاستكشافية، الرحلة الصحراوية والسياحة البيئية، فضلا عن التحفيز لاحتضان وتنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمنافسات الدولية بالمستوى العالي في مختلف المجالات. ويعد نادي أجمل الخلجان في العالم الذي يتخذ من مدينة فان الفرنسية مقرا له فضاء لتعزيز الحوار والنقاش وإرساء علاقات وتبادل الخبرات والتجارب بشأن حماية الخلجان والحفاظ عليها وإرساء التبادل الثقافي والاقتصادي والبيئي في المجالات ذات الصلة، وذلك في أجواء من المحبة والتأخي.
فنيا دائما اختتمت ليلة البارحة بمدينة المرسى فعالية النسخة الثالثة من مهرجان الشاطئ، وذلك بتنظيم سهرة فنية كبرى أحياها فنانون كبار محمد المصطفى خية والمحجوب كزيز. سهرة فنية كبرى في ختام مهرجان الشاطئ في نسخة الثالثة بالمرسى لساعات متأخرة من ليلة البارحة. استمرت هذه السهرة بمشاركة ألمع الفنانين المغاربة، كوكتيل من الأغاني ممزوج بين الثقافتين الصحراوية والأمازيغية كان حاضرا خلال هذه الليلة الفنية بامتياز بمدينة المرسى. اليوم أنا فرحان جوج ديال الفرحات، الفرحة الأولى أنني جيت مدينة العيون، والفرحة الثانية أنني غادي نلتقي هذا الجمهور الرائع اللي كيستناني دابا. فريمون فرحان بزاف، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور ديالي. اول مره غادي نشوفوا هذا الجمهور والتفاعل ديالو، كنا فرحانين نكونوا حاضرين معهم. تبارك الله الجمهور جاب بكثره وتفاعل معنا بزايد الحمد لله، دونك شرف كبير، وكنشكر المنظمين انهم عيطوا لنا وفكروا فينا ولقينا واحد الاقبال جماهيري بهذه الذكرى هذه السعيده والذكرى الحبيبه الا وهي ذكرى عيد العرش المجيد. والحمد لله وفقنا الله مع الامبيونس ومع الجو ديال تبارك الله ديال مدينه العيون اللي هو جميل جدا. ساكنه المرسى حجت بكثافه لهذا الحدث الفني الذي يتزامن مع عطله الصيف واحتفالات الشعب المغربي بذكرى العشرين لعيد العرش المجيد، واغاني وموسيقى لقد صداها لدى الجمهور. المتنفس الواحد صراحه كنتسناو كل عام، صراحه كنتسناو هذا المهرجان بفارغ الصبر. الحمد لله كان كاين هذا المهرجان وكان واحد المعرض بمناسبه عيد العرش اللي فيه التراث الحساني والتراث ديال المغرب كامل من جميع الثقافات، وكانوا فيه معروضات من بزاف ديال المدن المغربيه مثل الحلويات مثل التراث مثل الصناعه التقليديه. نشكروا بعد المسؤولين اللي جابوا لنا الفنان واللي اهتموا بعد بشوي بالمدينه شوي بس زعما تزيان شويه ويشوفوا الناس ويشوفوا كيف سيتطور المدينة. مهرجان الشاطئ بالمرسى في نسخته الثالثة حقق نجاحا هاما وتنوعت فقرته بينما هو ثقافي اجتماعي صحي وفني. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الاثنين، رفقة محمد المصطفى خية. نستهل قراءتنا لجديد صحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأحداث المغربية، وكتبت خرجة زعيم البوليساريو وتسريبها لوسائل الإعلام تجني عليه عاصفة من التعليقات الساخرة داخل مخيمات تندوف. فقد كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمخيمات تندوف وخارجها الغطاء لإبراز الرسالة الحقيقية من كلمة إبراهيم غالي حول الحرب وضرورتها، واعتبروها مجرد مزايدة لتهيئ الأجواء للمؤتمر القادم الذي يتمناه حفلة للرقص بإعادة انتخابه. أما موضوع الحرب فلا التوقيت ولا السياق يسمحان لأي أبله بتصديقه. وفي سياق ذاته تحدث نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بأن إبراهيم غالي قد تجاهل أن معظم أعضاء حكومته لا يعيشون بمخيمة تندوف ولا يعرفون عن الميدان الذي يتحدث عنه إلا منازلهم الخاصة بمختلف المدن العالمية. صحيفة جود الإلكترونية كتبت أفادت المبادرة الصحراوية من أجل التغيير المعارضة لجبهة البوليساريو أن المعتقل المضرب عن الطعام الفاضل بريكة قد تم توجيهه للمستشفى نتيجة لتدهور حالته الصحية. وكشفت المبادرة أن المعتقل الفاضل بريكة قد تعرض للإغماء عدة مرات وفقد القدرة على المشي، وذلك جراء مضاعفته الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بمعية معتقلين اثنين منذ 15 يوليوز الجارية احتجاجا على اعتقالهم أواسط يونيو الماضي والظروف السيئة التي يعانونها بسجن الذهبية سيء الذكر. ونقلت المبادرة في بيان لها تصريحات لعائلة الفاضل بريكة التي زارته لمدة وجيزة، أكد فيها مواصلته لشكل الاحتجاجي إلى حين توفير ظروف المحاكمة العادلة، موضحة أن معتقلي الرأي الثلاثة خضعوا لإجراءات قضائية اتسمت بعدم الوضوح وشهدت تجاوزات كثيرة فيما يخص عملية التحقيق. يومية الاتحاد الاشتراكي كتبت في عدد الصادر يوم غد الاثنين أكد رئيس الوزراء بسانت كيتس وينيفيس تيموثي سيلفستر هاريس بالرباط أن بلاده تؤيد تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وقال سيلفستر هاريس في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إننا نؤيد تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وهما مبدأان ثابتان ومتوافقان مع مبادئ الأمم المتحدة. كما أشاد رئيس وزراء سانت كيتس وينيفيس الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب بمخطط الحكم الذاتي للصحراء الذي اقترحه المغرب واصفا إياه بأنه مبادرة جدية وواقعية وذات مصداقية ستسهل تسوية هذا النزاع.
يومية الأخبار كتبت في عدد الصدر يوم غد الاثنين: ترأست مبارك أبو عيد أول دورة لمجلس جهة إقليم مدنون بعد انتخابها في 5 يونيو الماضي رئيسة للمجلس خلفا لابن عمها عبد الرحيم أبو عيد، حيث صدق مجلس جهة إقليم مدنون في هذه الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الجمعة الأخير على تعديلات بنظامه الداخلي. وأكد المجلس في بلاغ أنه صدق خلال هذه الدورة التي ترأستها رئيسة المجلس مبارك أبو عيد على التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس. وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء المجلس الحاضرين صدقوا بالأغلبية المطلقة على النسخة المحينة للنظام الداخلي لمجلس جهة قليميم ودنونة، وتأتي المصادقة على هذه التعديلات بعد انتخاب أبو عيد في 5 يونيو الماضي كرئيسة لمجلس جهة قليميم ودنونة. عن سن تناهز 57 سنة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم كريم عزمي المرحوم، ينتمي لقبيلة أيت الحسن، رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء عموما ستكون صحوة، درجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط و 25 درجة. اثنين وعشرين درجة بسيدي فني، 30 درجة بقليميم، 34 درجة بآسا، 36 درجة بالزاك، 26 درجة بالطنطان والطرفاية، 36 درجة سمارة، 34 درجة ببكرة، 31 درجة بالعيون، 27 درجة ببوجدورة، 36 درجة بقلت الزمور، 38 درجة مضريقة، 26 درجة الداخل، 42 درجة أو سرد، 25 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوي الهيجان لها اجعل العمومة. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:17 من الغروب، سيكون على الساعة 8:40. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا: نواذيب 26 درجة، نواكشوط أيضا 26 درجة، زويرات 40 درجة، وتندوف 38 درجة. نشرتنا لليلة انتهت، وهذا تذكير لأهم ما جاء فيها. تابعنا ضمن عناوين نشرتنا لليلة: من أقاليم العيون قليميم إعطاء الانطلاق لعدد هام من المشاريع والأوراش التنموية تخليدا للذكرى 20 لعيد العرش المجيد. أما من العيون فتابعنا انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للتنمية الاقتصادية والثقافية. ومن منطقة لبيار بإقليم إقليميم رصدنا انطلاق فعاليات مهرجان البادية. الطاقمين الصحفي والتقني لهذه النشرة يشكركم على حسن المتابعة، ويتمنى لكم بداية أسبوع موفقة. ليلة سعيدة وفي أمان الله.